أهلا بكم إلى برنامج سوريا اليوم. التهدئة في منبج لا تبدو قابلة للاستمرار في ظل سخط الشعبي الرافض لقسد وسياستها، وأمام خيار استخدام القوة الذي ظنت قسد أنه سبيلها لقمع الأصوات المناهضة، عادت الاحتجاجات إلى المشهد، احتجاجات رفضا لحملة التجنيد الإجباري ليس لها فحسب، بل لكل ما تنتهجه قسد بحق سكان المنطقة. وفي ظل الاحتكام للعنف في قمع الأصوات المعارضة وإصرار الأهالي على عدم السكوت على ما يتعرضون له من انتهاكات، هل ستتمكن المبادرات والدعوات إلى التهدئة من إعادة المشهد إلى سابق عهده؟ في محورنا الثاني مشاهدينا، اللاجئون السوريون في الدنمارك على أعتاب مرحلة جديدة ما زالت مجهولة الملامح، بدأت بإعلان البرلمان الدنماركي موافقته على قانون ترحيل اللاجئين إلى دولة أخرى، وربما تكون الوجهة ليست أوروبا هذه المرة، على الرغم من مناشدات العشرات العوائل التي تقطعت بها السبل وانتهى المطاف بهم إلى بلد ظنوه مستقرهم الأخير. لكن يبدو أن رحلة التهجير لم تنتهي، ويبدو أن نداءات المنظمات الدولية ذهبت أدراج الرياح، ولعل خشية الأمم المتحدة من تحول القرار إلى سنة تقتفيها دول أخرى جعلها هاجسا أكبر سيؤرق اللاجئين لا سيما السوريين منهم لسنوات طويلة قادمة. قال مراسل تلفزيون سوريا أن المظاهرات تجددت في ريف منبج تنديدا بممارسات قوات سوريا الديمقراطية، وقالت مصادر محلية من المدينة أن وساطات تدخلت لمنع خروج مظاهرات في المدينة. هذا وكانت عشائر وقبائل مدينة منبج وريفها شرقية حلب قد دعت إلى الخروج بمظاهرات في مختلف المناطق تحت مسمى جمعة الشهداء، مؤكدة على رفض البيان الذي أصدرته قسد في منبج، والذي جمع بعض الشيوخ ووجهاء المنطقة مع بعض قيادات الصف الثاني من قسد، وطلب البيان بالخروج في مظاهرات حاشدة والمطالبة بخروج قسد من منبج بسبب سرقتها خيرات المنطقة وسوق الشبان إلى القتال في صفوفها. منبج الباسلة إلى مثقفين ومعلمين وعمال مدينة منبج البطلة، إلى قادة الحراك من شمال منبج إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها، نحن معاكم قلبا وقالبا. إلى الإدارة الذاتية، إلى الإدارة الذاتية، ما رفعتم لنا خلال 5 سنوات الخبز زيرو، عجيب، كهرباء ما بي، مي ما بي، لك عمل ما في، عمل ما، البعض كنتم تاخذون عليه ضريبه، لك الدواء اضعف الايمان، كنتم تاخذون عليه ضريبه، ولك شعبنا صفه حراميه، ما عنده عمل، ما عنده فرصه عمل، تحول الى حرامي، ترضون انتم؟ داخل الاداره مراكز قوى، داخل قوى، في قوى داخل المراكز تنهب وتسرب باسم الإدارة، والإدارة براء منها ومن أفعالها. وين البنزين؟ دخول النفط كلها على حسابكم، ولك الخبز وينه؟ ولك عجين رفعتوه بالمية مية، الخبز رفعتوه بالمية مية وعجين، لك أنت مجعل تسوي له دواء للنقاش ينضم إلينا المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر السورية السيد مضر حماد الأسعد من غازي عنتاب، كما ينضم إلينا من مدينة القامشلي عبر خدمة سكايب الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فريد سعدون. سيد مضر، تجدد التظاهرات في منبج وبالمقابل لا زال الاستنفار، استنفار لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية
وانتشار مكثف في مقابل هذه الاحتجاجات. كيف تتابع العشائر السورية هذه التظاهرات التي كانت رافضة للتجنيد الإجباري والآن تطالب بخروج قوات سوريا الديمقراطية؟ حياكم الله. لا شك بأن الأصوات العالية حاليا والمرتفعة ضد وجود ميليشيات البيدي قسد الإرهابية في مدينة منبج وفي جنوب الحسكة أو في منطقة الحسكة وكذلك في دير الزور والرقة هي بسبب الإجراءات التعسفية والأعمال الإرهابية التي تقوم بها وما زالت تقوم بها ميليشيات البيدي قسد من خلال التجنيد الإجباري والقسري، من خلال خطف القاصرات، من خلال تجنيد الأطفال، من خلال سرقة الموارد النفطية والغازية والزراعية والحيوانية، من خلال تغيير المناهج التربوية والتعليمية، من خلال فرض التعليم ومن خلال فرض حتى الكتب الدينية. بصراحة ما يجري في منطقة الجزيرة والفرات هي عملية يعني ممنهجة من قبل ميليشيات البيدي، هي عملية تغيير ديموغرافي وتغيير عقدي وتغيير بشكل كامل في هذه المنطقة، وخاصة في مسألة التجنيد الإجباري والقسري وسوق المئات من الشباب بل الآلاف من الشباب إلى المهالك وإلى القتل، كل ذلك من أجل تحقيق أحلام لبعض قيادات البيدي التي جاءتنا من خارج الحدود. وقد عانى من ذلك العرب والكرد والسريان والتركمان والآشوريين واليزيديين، ولذلك نحن في مجلس القبائل والعشائر السورية بصراحة نقف مع مطالب أهلنا في هذه المنطقة في منطقة الجزيرة والفرات بإنهاء احتلال قسد البيدي لهذه المنطقة، بعودة هذه المنطقة إلى أهلها الأصلاء، بعودة هذه المنطقة. برأيك إدارة هل من هل قبل سيؤتي الحراك ثماره في مدينة منبج مع استمراره لعدة أيام؟ نعم حقيقة ارتفاع الغليان في الشارع في منبج وكذلك لدى العشائر العربية في منطقة منبج يعني حقيقة كانت له إيجابيات كثيرة. أول هذه الإيجابيات أن كل قيادات قسد التي كانت والتي جاءت من خارج الحدود هي خرجت من منبج. حاليا منبج تدار من قبل العرب الذين يعملون مع الإدارة الذاتية الكردية، هذا أولا. ثانيا وجود بعض المستشارين من قبل التحالف الدولي هم الذين يديرون المنطقة حاليا، لأن هناك خوف كبير جدا من الأهالي. أهالي منبج بشكل كامل خرجوا في هذه الانتفاضة في هذه الحركة الشعبية من أجل نيل حريتهم وكرامتهم. الشعب المنبجي وشعب منطقة الجزيرة والفرات يرفض وجود ميليشيات البيدي في هذه المنطقة وكذلك يرفض عودة النظام إلى هذه المنطقة. هم يريدون إدارة هذه المنطقة من قبلهم من قبل أبنائهم، ويريدون عودة أبنائهم الذين حاليا تم أخذهم إلى التجنيد الإجباري والقسري، تم أخذهم إلى الموت المحتم. نعم دكتور فريد أرحب بك مجددا. لماذا تصر قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية على تجاهل مطالب المحتجين في منبج؟ لا بل أنها تقابل مطالبهم بالقوة في مشهد يعيد للذاكرة الاحتجاجات التي خرج بها السوريون وقابلها النظام السوري بالعنف ومن ثم بالبراميل. مساء الخير. يعني أنا أعتقد نحن على مرحلة جديدة يعني من الأزمة السورية، بدأت رأساتها قبيل الانتخابات الرئاسية ثم بدأت تتمظهر يعني وتصل أكثر وضوحا بعد الانتخابات الرئاسية. من هذه المظاهر التي يعني أصبحت واضحة جدا على الساحة السورية التغيرات التي لحقت المواقف، سواء كانت مواقف الأحزاب الداخلية والقوى الداخلية أو المواقف الدولية، كل ذلك يمكن أن يرتبط ضمن إطار واحد يعني من القوى المؤثرة من الخارج وأيضا القوى الموجودة على الأرض وتتحكم وتسيطر على الأرض بشكل مباشر. هذه التغييرات يعني لحقتها تفكير يعني أو أفكار جديدة يعني بأن الاستمرار على الحالة الراهنة غير ممكن أبدا ولا بد من إجراء تغييرات. يعني هذه التغييرات هي التي يمكن أن تمهد للاستمرار في الحالة ولكن بأشكال جديدة وبأسلوب جديد يعني وبطرق جديدة من الحكم والسيطرة. لذلك هذه القوى التي تسيطر على الأرض يعني عادة ما تأخذ تغييرات جزئية أو بسيطة أو تغييرات شكلية لكي تقنع الآخرين أو تقنع من هو قائم يعني الشعب الموجود على الأرض. يعني تفسيرك ببساطة في منبج
الأهالي خرجوا بمظاهرات، طالبوا بداية بوقف التجنيد الإجباري، ومن ثم طالبوا بخروج قوات سوريا الديمقراطية بعد أن أوقعت قتلى في رصاصها من المحتجين. ممارسات قسد في أي إطار يمكن تفسيرها دكتور فريد؟ المشكلة هنا يعني المشكلة الكبيرة هنا، لو طالبنا بإخراج قوات قسد من المنطقة حتى لو كانت من الجزيرة، فما البديل يعني؟ ما هو بديل الإدارة الذاتية؟ طبعا البدائل واضحة جدا يعني ومعروفة، إما أن يجتاح الأتراك المنطقة ويحتلوها كما احتلوا عفرين أو احتلوا مناطق جرابلس ورأس العين وغيرها، أو أن تعود قوات الدولة السورية إلى المنطقة. فبالتالي يعني لماذا لا يكون هناك خيار ثالث بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية هو النزول عند رغبات وطلبات المحتجين؟ هل هذا مستبعد برأيك وفق متابعتك؟ لا أنا أعتقد أقرب الأساليب إلى الحل هو أسلوب التغيير، يعني أن الإدارة الذاتية يجب أن تفكر جديا يعني في الاعتبارات كثيرة جدا يعني ضمن حكمها أو سيطرتها أو إدارتها المنطقة، تبدأ من الاعتبارات الاقتصادية وصولا للاعتبارات العسكرية والسياسية. أصل المشكلة هي بالأساس الأزمة المعيشية التي تمر بها المنطقة. يعني ترى معظم الذين خرجوا في هتافات في شعاراتهم يرفعون شعارات اقتصادية متعلقة بالأزمة المعيشية الراهنة، طبعا بسبب الجفاف وانعدام الوقود وانعدام القوى الشرائية للليرة السورية وغيرها من المشاكل الاقتصادية التي لحقت بالمنطقة خلال هذه السنوات. قسد أو الإدارة الذاتية لم تحاول أن تعالج هذه المشكلات المعيشية بجدية، واستمرت في سياستها الضريبية وتحصيل الجزية وغيرها من الأمور التي أصلا أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية. الحالة الاقتصادية ستكون السبب الأساسي يعني في خروج الناس إلى الشوارع، وبالتالي الإدارة الذاتية أمام حلين لا ثالث لهما، إما أن تقبل التغييرات الموجودة وترضخ لمطالب الشعب، أو أن تجري أو أن تواجهها بالسلاح. أنا أعتقد يعني المواجهة العسكرية أصبحت صعبة جدا في الآونة الأخيرة، يعني لا أعتقد أن الأمور ستسوء أكثر. سأعود إليك للحديث عن خيارات قوات سوريا الديمقراطية وسيناريوهات المقبلة. سيد مضر، أعود إليك الآن، هناك حديث عن تهدئة، هناك حديث عن وساطات، ما شروط أي تهدئة بالنسبة للأهالي في مدينة منبج؟ حقيقة أظهر الإعلام على أن هناك بعض الشيوخ العشائر أو بعض القيادات السياسية تقوم بوساطة بين الأهالي وبين الإدارة الذاتية الكردية، ولكن هذا الأمر حقيقة هو غير صحيح نهائيا. هناك مطالب محقة للشعب السوري في منطقة الجزيرة والفرات. أول هذه المطالب هي خروج كامل لميليشيات البيدي قسد الإرهابية من هذه المنطقة وتسليمها إلى الأهالي وإلى الكتائب الثورية في هذه المنطقة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، تسليم الذين أقدموا على قتل الشباب من أجل محاسبتهم. نقطة ثلاثة، تسليم كافة الموارد الزراعية والنفطية والغازية إلى الشعب السوري في هذه المنطقة، وخاصة نحن نعرف بأن الموارد النفطية تدر شهريا حوالي 248 مليون دولار إلى ميليشيات البيدي قسد، يتم مقابل منها صفر حوالي خدمات. 60 مليون دولار. نعم، يتم صرف منها حوالي 60 مليون للخدمات وللأمور الأمنية والعسكرية، ولكن المبلغ الباقي والذي يتجاوز عن 180 مليون دولار يتم تهريب هذا المبلغ الكبير إلى خارج الحدود، عدا المساعدات المادية والعينية التي تأتي إليهم من بعض الدول العربية ومن التحالف الدولي وبعض الدول الأوروبية. عدا عن ذلك قيامهم ببيع الآثار وكذلك الموارد الزراعية والحيوانية وغيرها، وكذلك جباية الضرائب. طيب، اليوم سيد مضر، ما خيارات الأهالي إن كان من وجهة نظرك لا وساطة ولا تهدئة إلا بخروج قوات سوريا الديمقراطية من مدينة منبج؟ الأهالي في منبج إذن ما خياراتهم؟ حقيقة خياراتهم هي حاسمة جدا. اليوم لنا تواصل مع الكثير من القيادات السياسية والاجتماعية والقبائلية في منبج وفي جنوب الحسكة. حقيقة حتى اليوم أريد أن أذكر قليلا بأن هناك عشرات المظاهرات التي خرجت اليوم في جنوب الحسكة في منطقة الشدادي والعريشة والسبعة واربعين والغرب والحدادية، كل ذلك تطالب بخروج ميليشيات قسد الإرهابية من هذه المنطقة. اليوم الخيارات ضمن
المباحثات هي نعم كامل. سيد مضر، اليوم ضمن المباحثات التي تجري وأنت تقول إنه لديك اتصال مع عدد من الأهالي هناك، من يمثل الأهالي في الحديث أو التفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية لتنفيذ مطالبهم، منها المطالب الاقتصادية والمطالب المتعلقة بالتجنيد والمطالب المتعلقة بالتعليم، الجميع يعرفها، تفضل. نعم، هناك تم تشكيل وفد على أساس أنه هو من يمثل القبائل أو يمثل الأهالي. هذا الوفد العشائري أو القبائلي هو بالأساس يعمل مع ميليشيات البيدة، وبالأساس هو ضمن مجلس القبائل المشكل من قبل الإدارة الذاتية الكردية. هذا الوفد هو مرفوض رفض قاطع من قبل الأهالي في منبج، ولذلك هناك بعض الشخصيات العشائرية وبعض الشخصيات السياسية الموجودة والمعروفة من قبل الأهالي هم الذين تم تفويضهم من أجل إخراج كافة القوات التابعة لقسد من المنطقة وإخراج الإدارة الذاتية بشكل كامل من المنطقة، وهذا الأمر هو الحل الوحيد من أجل عودة الهدوء وعودة الأمن والأمان إلى هذه المنطقة. نعم. ومن أجل حفظ دماء الشباب وحفظ دماء الأهالي. سأذهب إلى الدكتور فريد. دكتور فريد، إلى أي حد يمكن أن ترضخ الولايات المتحدة أو أن يشكل قوات سوريا الديمقراطية أو أن يشكل تصريح الولايات المتحدة أو إدانتها لما يجري في من قتل للمتظاهرين في مدينة منبج؟ حتى الاتحاد الأوروبي عبر عن قلقه إذا الوضع غير الآمن، هذا ما سماه في مدينة منبج، إلى أي حد قد يشكل هذا رادعا لقوات سوريا الديمقراطية وإعادة نظر بطريقة إدارتها للمنطقة؟ يعني المشكلة الأساسية أن نحن نبت عن الاستقرار والأمان في المنطقة. يعني محاولة تسطيح الأمور لا تفيد أبدا في حل الإشكاليات التي تحدث في المنطقة، وخاصة أن الدعوة إلى خروج قوات قسد والإدارة الذاتية وتركها المنطقة والذهاب إلى خارج البلاد، وأي من هذا الكلام الآخر، يعني كلام غير منطقي وغير عقلاني أبدا. يعني لو افترضنا أن قسد انسحبت من المنطقة، هناك 100,000 مقاتل مع قسد جلهم من العرب، يعني بعضهم من الكرد والمكونات الأخرى، يعني وكانك تدعو إلى موجة هجرة جديدة يعني في المنطقة وانهيار الإدارة الذاتية، ما البديل إذن؟ يعني فحقيقة يعني هذه الطروحات غير قابلة يعني للتنفيذ، أو غير عقلانية وغير حكيمة أبدا. هناك إدارة ذاتية، هناك قسد، يعني قوات مدعومة، يعني تحدث الشيخ أيمن، هذه القوات مدعومة أمريكيا ومدعومة أوروبيا ومدعومة عربيا، يعني هناك جهات دولية تدعم هذه القوات، وهناك ثروات مادية. إذن إن كان تنفيذ مطلب خروج قوات سوريا الديمقراطية غير قابل للتطبيق، إذن إلى أين ستؤول الأمور؟ ما هي السيناريوهات المقبلة أو الأقرب للتطبيق؟ يعني الحل المنطقي هو التوصل إلى التفاهم. يعني أنا أعتقد يعني أن الإدارة الذاتية لابد أن تغير من أسلوب حكمها وسيطرتها في المنطقة، يعني لابد من حالة جديدة تترسخ وتتعزل لكي تلائم الوضع الراهن الجديد. يعني أنا تحدثت في البداية أن الأوضاع بدأت تختلف عما كانت عليه سابقا، يعني نحن في السنة 11 من الأزمة، الأفكار تغيرت والمواقف تغيرت، يعني وحتى يعني الحوادث والإجراءات التي تجري على الأرض يعني تغيرت، فلابد يعني أن نساير هذه التغيرات الدولية والعربية. يعني نلاحظ من المواقف بعض الدول العربية أيضا تغيرت باتجاه الدولة أيضا، وبدأت تفتح قنصلات وتتواصل مع الدولة، حتى أن هناك تواصل أو حوارات بين تركيا والدولة. إذن هناك تغيرات دولية إقليمية وحتى داخلية. نحن يهمنا الداخل الآن، يعني كي تبقى المنطقة مستقرة وآمنة لابد من التفاهم بين جميع المكونات. يعني إن أردنا هل ترى قصد أنها ذاهبة نحو التفاهم؟ باختصار شديد دكتور فريد، هل هناك إشارات تدل على أن قصد ربما سترضخ أو ستخضع لمطالب المحتجين في منبش؟ أنا أعتقد لا مناص من التغيير، يعني لا مناص من التفاهم ولا مناص من الحوار بين المكونات. لابد لقسد يعني أن تتوجه إلى هذا الأسلوب، وخاصة أنها قد بدأت بعض هذه الإجراءات، لأن البعض يعني يتوقع مزيدا من التصعيد. لا، التصعيد يعني العسكرة، يعني والعسكرة تعني أن يخسر الجميع، وقصد أن يكون هذا الأمر. يعني الوضع الدولي الآن لا يسمح، حتى الوضع الداخلي لا يسمح بالعودة إلى العسكرة والاحتراب والقتال. يعني هذا الأمر سيؤدي إلى دمار المنطقة، وبالتالي يعني يؤدي إلى خسارة المكتسبات التي هم أيضا يعني شركاء فيها. فبالتالي أنا أعتقد يعني لن تكون هناك عسكر ولن يكون هناك احتراب، وسيكون التوجه إلى التفاهم، وهذا الحوارات، هذه الحوارات التي تجري الآن سيد تؤدي إلى نتائج إيجابية. نعم سيد مضر، ما الذي يجب على المعارضة فعله تجاه
الوضع في مدينة منبج أم أنها ستكتفي ببيانات التضامن وكل ذلك؟ لا لا، المعارضة هي لم تكتفي ببيانات المعارضة. بالبيانات المعارضة حاليا هناك كتائب الجيش الحر هي على تخوم، نعم هناك كتائب الجيش الوطني السوري الحر هي على تخوم مدينة منبج، وفي أي لحظة ستدخل إلى هذه المدينة وستدخل إلى البلدات القريبة من مدينة منبج من أجل طرد هذه الميليشيات والعصابات الإرهابية. هناك مطالب للأهالي، هناك حقيقة إرادة شعبية بإخراج هذه الميليشيات من قبل الأهالي من هذه المنطقة. الكتائب الجيش الوطني تنتظر الإشارة من الأهالي، تنتظر الإشارة من الشيوخ وأمراء القبائل في منطقة منبج وفي القرى والبلدات القريبة منها من أجل التدخل والدخول لتحرير هذه المناطق وعودة أكثر من ربع مليون نسمة تم تهجيرهم من هذه المناطق، خاصة من مناطق الشيوخ الفوقاني والشيوخ تحتاني والصرين والكثير من البلدات والقرى القريبة من منبج، بالإضافة إلى ربع سكان منبج هم حاليا في المخيمات في الشمال السوري. الإدارة الذاتية لن تتغير نهائيا، وحتى إذا تغيرت فهي مثل الأفعى التي تغير جلدها ولا يمكن أن تتحسن نهائيا، لأن هذه العصابة لأن هؤلاء المرتزقة جاءوا من أجل الارتزاق، جاءوا من أجل برأيك وفق قراءتك للأوضاع نعم وفق تحليلك للأوضاع سيد مضر باختصار، هل توافق أو يوافق الأهالي على أي شروط لهدنة أو تهدئة مستقبلية في منبج؟ أم أنهم والله أنا من سيلتزمون خلال بمطالبهم فيما يتعلق بإخراج قوات سوريا الديمقراطية؟ هناك بعض الأصوات التي تنادي بدخول الجيش الوطني، ربما يبقى خيارا يعني الأقل مرارة بالنسبة لهم، ولكن هل تصل الأمور إلى هذا الحال؟ نعم. أولا الجيش الوطني، أغلب عناصر كتائب الجيش الوطني المتاخمة حاليا لمدينة منبج هم من شباب مدينة منبج ومن بلدات مدينة منبج. هؤلاء خيارهم أن يعودوا إلى أهلهم، أن يعودوا إلى مدينتهم، ولذلك الأهالي يطالبون بعودة الشباب، بعودة هؤلاء الثوار. مطالب الأهالي واضحة وصريحة، هي إخراج ميليشيات البيدية من هذه المنطقة وأن تدار من قبل الأهالي بعيدا عن أي أجندات خارجية وبعيدا عن أي عصابات إرهابية. دكتور فريد، بنصف دقيقة، متى من المتوقع أن يتم التوصل إلى حل؟ هل تتابع ما يجري أو ما يتم الحديث عنه في الأوساط السياسية داخل قوات سوريا الديمقراطية حول هذا الموضوع؟ وهل أنت متفائل بالوصول إلى حل؟ يعني بالتأكيد، يعني المسألة ليست مسألة تفاؤل يعني، ولكن بدأوا الحوار فعلا. يعني هناك جهات يعني تمثل المكون العربي والمكونات الأخرى في منبج يعني بالتواصل مع قوات قسد وهي الإدارة الذاتية للتواصل إلى التفاهم لإحلال الأمان والاستقرار في المنطقة. هذا أولا. ثانيا، يعني أنا أشرت إلى أن الإدارة الذاتية فعلا بدأت بإجراء تغييرات في هيكليتها، سواء من ناحية الإدارة والأشخاص أو من سواء سياساتها الاقتصادية، ولكنها تغييرات ليست ملموسة يعني بالنسبة للأهالي سواء في منبج أو حتى سواء في الشمال الشرقي لسوريا، لأنه معظم المطالب تأتي في الناحية الخدمية أو الناحية الاقتصادية ولا شيء ملموس، يعني المواطن لا يرى شيء على الأرض. بلى يعني كل سأشير إلى إلغاء القرار 119. يعني ببساطة شديدة الإدارة يعني استجابت لمطالب الشعب عندما ألغت القرار 119 الذي كان يعني يقضي برفع أسعار الوقود والمواد التموينية أخرى. يعني هذه كانت أولى الرأسات التي يعني نتلمس بأنها هي البداية للتغييرات ستجري في الإدارة الذاتية. الآن يعني هناك توجه نحو تغييرات أو تعديل لقانون التجنيد الإجباري في المنطقة، بالإضافة إلى أن هناك يعني قرارات جديدة ومناقشات جديدة لإجراءات اقتصادية ستساهم في حل حالة الفساد. شكرا لك الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فريد سعدون، كنت معنا من القمشلي. أشكر وكذلك المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر السورية السيد مضر حماد الأسعد، كان معنا من غازي عنتاب. بعد الفاصل محور آخر، ابقوا معنا مشاهدينا.